مع الوزير الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، يعني ما الموقف الحالي بالنسبة للمركب المحتجز داخل دولة إيران؟ هو الحقيقة طبعا احنا بس عايزين نقول يعني مفيش مركب محتجز ولا حاجة. احنا عندنا مجموعة من الصيادين اللي كانوا بيعملوا بالمملكة العربية السعودية، مقيمين وبيعملوا بالمملكة العربية السعودية، يمكن دخلوا بمركب بتاعهم من السعودية إلى الحدود الإيرانية، تم القبض عليهم وهم موجودين حاليا في أحد السجون الإيرانية. يعني الحقيقة فور العلم بالمعلومة ديت تم إبلاغ معالي وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج. الحقيقة مشكورين، معالي وزير الخارجية بعت لي جواب مباشرة بأن البعثة المصرية في إيران، احنا عارفين ما فيش سفارة لكن في بعثة بتتابع أحوال الصيادين، وإن شاء الله تقوم لهم محامي بإذن الله، تم اختيار محامي عشان يتم الدفاع عنهم، لأن مطلوب طبعا فدية، يعني غرامة مالية. الغرامة المالية يمكن عالية شوية، لكن الحقيقة إن شاء الله المحامي اللي هيوكل من البعثة المصرية في إيران بإذن الله هيحل المشكلة، وإن شاء الله هيعودوا سالمين بإذن الله كما وعد معالي وزير الخارجية. بنشكره على المتابعة وبنشكر رئيس البعثة المصرية في إيران على المتابعة. وأنا يمكن من يومين كان عندي والد أحد هؤلاء الشباب، وإن شاء الله بنطمن كل أهاليهم بإذن الله إن هم يعني بيعاملوا معاملة حسنة. عددهم كامل؟ 14 على قدر المعلومات اللي عندي.